يعني هاد الوجبة سريعة تاع الصيف، راني طيبت الكلاطيطة تاعي وراني خبزتها ودوك نوريها لكم حاضرة معاكم. والكلاطيطة يعني كاينة في الوصفات تاعي على قناتي، تقدروا تصيبوها. حبيت برك نوريها لكم بعد ما خرجتها من فوق، دوك تشوفوها معايا. شوفوا القرنطيطه بعد ما خرجتها، شوفوها كيفاش جاتني. يعني واش نقول لكم، حمرتها كيما حب القلب. والله غير القرنطيطه توالف في الصيف هذا، يعني تسلك. انا دوك شوفوا دوك خرجتها راهي سخونه، ما نقول لكمش. يعني ما حبيتش ندير لكم الفيديو تاعها، حبيت نوريها لكم خواتاتي هكا حاضره. علاش حبيت نوريها لكم حاضره؟ سمحوا لي ما كانش عندي لي ظروف خاصه. وجدتها اليوم، درت هذا الفيديو سريع وخفيف. وتحضير القرنطيطه تقدروا تدخلوا على قناتي وتشوفوا حكيمه بتلعصيمه، تضربوا لي ما وش مشترك في القناه تاعي يشترك في قناتي ويشوف كاع وصفاتي. وانا هذه القرنطيطه يعني عندي زوج مرات درتها فيديو على قناتي، وتقدروا يعني تشوفوا كاع كيما نقولوا المقادير اللي وجدتها فيها، تصيبوها وانا يعني وجدتها لكم. غير بعد ما طابت حبيت يعني نوري لكم كيفاش يعني طيبتها وكيفاش جاتني. الله الله محمره دوك، يعني كي نقطعها على بالكم القرنطيطه خواتاتي، نحب يعني تبرد مليح وتشد روحها يعني باش نقطعوا القرنطيطه. يعني دوك بعد ما ان شاء الله تبرد النابيه وتشد روحها، نقطعها ونوريها لكم ان شاء الله باذن الله. قبل ما تبرد لنا ديما ناخذ شويه الكمون، انا يعني درت لها نزيدو يعني ندردرو لها الكمون. ما يخفالكمش القرنطيطة الكمون يتحب، يعني هاد الوصفة تاع القرنطيطة البنة تاعها يعني كي نزيدو نديرو الكمون. انا هنا شوفو خواتاتي راني درت لها الكمية كبيرة تاع الكمون، دوك ان شاء الله غير تبرد لنا نقطع القرنطيطة ونوريها لكم. راني نقسم فيها، لاحظوا معايا صدقوني واحد القرنطيطه كيفاش جاتنا. شوفوا كيفاش دارت هذيك لاكروت يعني تاعها، تحمرت مليح. انا هنا راني وسيتها هكذا بالموس على الاطراف كيما راكم تشوفوا فيا، نحو لها الاطراف باش كي نقسموها يعني ما تجيناش واعره. وبعد ما تشد روح هذيك 10 دقائق، شوفوا انا راني قسمت هكا لي مقصو تاعي شحال خرجت لي. يعني تاكدنا لي طابت لنا، الله الله جات روعه، يعني جات باينه تجي بنينه. غير في السر تاعها، غير كي تجي تاخذ هاد لاكروت، يعني هذا هو السر تاع القرنطيطه. دوك غير تبرد نوريها لكم. بديت نقسم في القرنطيطه تاعي، شوفوا يعني وجدنا بسم الله. هي السر تاع القرنطيطه خواتاتي، بعد ما نقسموها يعني ديما نتاكدوا لي تجينا مليح، ناخذوا سكين غير هكا بشويه. شوفوا انا هنا شدت روحها، الله الله. دوك نكمل، علاش قلت لكم نقسموها بعد ما تبرد، يعني ناخذوا لها وقت كبير باش ما تحكم لنا روحها. الله يبارك، شوفوا انا القرنطيطه تاعي كيفاش حكمت روحها، قلتكم جاتني ما شاء الله. دوك نكمل نوجدها لكم كاع ونوريها لكم. بعد ما قسمت القرنطيطه تاعي، والله نقول لكم جات، ما نقول لكم شحال جات بنينه. هذا هو يعني السر تاع القرنطيطه بعد ما طيب لنا. ودوك نقسم حبه معاكم وتشوفوها. انا هنا جبت تبصيل صغير، راني حنقسم معاكم بسم الله. ناخذوا مقصو غير صغير وتشوفوا يعني البنة كيفاش طابت وجاتني، يعني طايبه. شوفوا من التحت باش يعني خضراء، وهذيك لاكروت شوفوا لاحظوا قدكم، وتجي هذيك يعني الفلالات تاعها لازم تجينا. يعني هذا هي الوصفه تاع اليوم، كانت سريعه وخفيفه. ويعني اللي تحبوا تعرفوا كيفاش نحضر يعني كاع المقادير كيفاش نحضروا القرنطيطه، ما عليكم غير تدخلوا وتشتركوا في قناتي
وتقولوا يعني الكاراتيطا بطريقه حسنه وجيده، طريقه حكيمه بنت العاصمه. خوتاتي ان شاء الله كان هذا الفيديو خفيف عليكم، وما بقى لي نقول لكم غير في امان الله، وتهلاو ديما في صحتكم، وتلاقاو في يعني دي فيديو واحد اخرين ان شاء الله باذن الله.